أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم من الرسول بولس إليك. أنا عارف إن كنتوا حافظين كويس قوي أنا هقول إيه دلوقتي، لكن لازم أعيد الكلام ده تاني. إحنا مع رسائل الرسول بولس بنقرب من مجموعة من النصوص أو لقطات من النصوص في الرسائل، بنعمل ملاحظة عن طريق الاقتراب قوي من الكلمة ونشوف معاني الكلمات، نشوف تكرار الكلمات، نشوف الخلفيات عشان نوصل للفهم. الفهم يوصلنا لجملة مهمة قوي قوي أو سؤال مهم: ماذا كان يقصد الكاتب حين كتب هذه الكلمات؟ لكن في برنامجنا ما بنقفش لغاية هنا، لازم نشوف التطبيقات، التطبيق الكلام ده على حياتنا النهاردة يعني إيه؟ إزاي نعيش الكلمات دي؟ وهل الرسول بولس كتب لكنيسة روميا، لكنيسة كورنثوس، ولا كمان بيكتب لينا كلمة الله حية لينا النهاردة؟ ففقرة التطبيقات فقرة مهمة. النهاردة إحنا بنكمل مع بعض رسالة أفسس، بدأنا فيها الحلقة اللي فاتت وأخدنا جولة صغيرة قوي في إصحاح واحد. النهاردة افتحوا الكتب المقدسة، هاتوا الورقة والقلم بتوع كل مرة، وافتحوا معايا على أفسس 2، ومع الأسيس أنسي هنسمع الملاحظة والفهم وبعد كده نشوف التطبيقات. فضل أسيس أنسي. عايز أفكر بس حضرات المشاهدين بالكلام اللي شرحته لنا حضرتك في أصحاح واحد، وهو الجزء الأخير من أصحاح واحد اللي فيه الصلاة، اللي قلنا أنه هو أخرها شوية المرة دي في أفسس، لكن كانت صلاة عميقة جدا. كان بيطلب ان ربنا يديهم روح الحكمة والإعلان في معرفته والاستنارة في أذهانهم ليه، ويستخدم تعبيرات بقى. وبعدين غالبا في أصحاح 2 بيبتدي يشرحها، بيقول أنا عايزكم تعرفوا إيه هو رجاء دعوته، إيه هو غنى مجد ميراثه في القديسين، إيه هي عظمة قدرته الفائقة نحونا حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات. وكأنه بيقول وأنا بصلي أنه أنتوا تفهموا أعماق هذا المجد، أعماق هذا الغنى. أنا باجي في الجزء اللي بعديها على طول وبحاول أشرح لكم بعض أعماق هذا الغنى، قد إيه اللي عمله المسيح لينا هو نعمة متفاضلة جدا، غنية جدا، كبيرة جدا، ورحمة غير عادية. وبيستخدم تعبير الغنى ده أكتر من مرة في أصحاح 2. ممكن نشوف في نص الأصحاح آية أنا بعتبرها محورية. الآية دي في عدد 8 بيقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.